باجتهاده ومثابرته على الدراسة استطاع علي موفق إحراز المرتبة الأولى على مستوى محافظة ديالى في نتائج السادس الإعدادي والثاني على مستوى طاعة الامتحان. راح تواجه مشكلة، راح تشوف مثلا أول ما صارت ساعة كاملة قام صديقك ونطى الدفتر وطلع، أجل الامتحان. دير بالك تتأثر بيه لو قاموا كل القاعة وانت بقيت وحدك تمتحن وانت تعرف انه انت راح تجيب درجة، ما عليك بهم كلهم، كلهم ما عليك بهم، انت جاوب جاوب، واثق بنفسك، واثق الخطوة يمشي ملكا. فبهالحالة ما عليك بهم كلهم، انت واثق من نفسك، تدري راح تجاوب زين، جاوب.